مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي. ويوم استثنائي بمناسبه فوز النادي الاهلي بالنجمه الرابعه والبطوله رقم 40 في تاريخ الدوري العام. عايز ابدا معاكم بالدرس القاسي جدا اللي اداه النادي الاهلي كالعاده للجميع. النادي الاهلي علم الجميع، علم الكل ازاي يحافظ على اولاده وابنائه، وعلم ابنائه ان النادي الاهلي فوق الجميع، والنادي الاهلي لا يقدر بثمن مهما كانت الملايين ومهما كانت المليارات. النادي الاهلي ثمنه غالي قوي 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 وملوش ثمن اساسا. دي كانت كلمه لازم اقول لكم عليها في الاول، لانه درس قاسي لكل الناس اللي بتحاول تقرب بس ناحيه النادي الاهلي، او تحاول تهوب ناحيه النادي الاهلي، او تحاول تفكر في ان هي تمس النادي الاهلي. ومش ذنبنا الناس بتحبنا يا سيدي، يعني اسالوهم انتوا بتحبوا النادي الاهلي ليه؟ هيقولوا لكم عشان انجازاته، عشان بطولاته، عشان ولاده، عشان اداراته، عشان طموحاته، عشان مبادئه اللي رسخها وبيرسخها وبياكدها كل يوم وكل زمن وفي اي مكان وفي اي زمان. بيحبوا النادي الاهلي، اسالوهم تاني ليه؟ اسالوهم عشان البطولات الكتير. البطوله دي بقى فرق بيننا، وهكرر وهقول فرق بيننا وبين اقرب المنافسين للنادي الاهلي اللي انا بعتبره بره المنافسه بصراحه. 60 بطوله. 60 بطوله قبل كده حسبتها معاكم بالورقه والقلم عشان يفكر حد ان هو يوصل للنادي الاهلي قدامه 20 سنه ان هو ياخد بطولات، 3 بطولات كل سنه والنادي الاهلي ما ياخدش حاجه خالص. 20 سنه. فعشان كده خلي بالكم، خلي بالكم ان النادي الاهلي صعب جدا ان انت توصل له، بعيد قوي ان انت توصل له، بعيد قوي عليك قوي. النادي الاهلي فوق، كل ما تبص له فوق هتقع. ركز في طريقك انت، وابعد النادي الاهلي عن طريقك وعن لعبته وعن اي حاجه انت ممكن تفكر فيها او تلمس فيها النادي الاهلي. زي ما قلت في البدايه، 60 بطوله فرق 20 سنه عشان تفكر تجيب النادي الاهلي. وهكرر واعيد في كل مره هطلع فيها، هكرر واعيد، لان اللي حصل كان صعب جدا. اللي حصل انتوا عايزين تلمسوا النادي الاهلي وتعملوا زعزعه ملهاش اي اساس، والنادي الاهلي كبير جدا، والنادي الاهلي علمكم وعلم كل حد يقرب له ان هو فوق الجميع، وان هو بيحافظ على اولاده مهما كان الثمن. لكن النادي الاهلي ولاده في حضنه، هو يطلعهم بقى بمزاجه، هو حر. لكن ما تلمس لعيب النادي الاهلي، مليارات كتير جدا او ملايين كتير جدا اتدفعت او كانت هتدفع كان ممكن تجيب بيها لعيب كبير يا سيدي من اي مكان. لكن ازاي بقى لازم اخد حد من النادي الاهلي ولازم ولازم ولازم؟ تخيلوا لو كان النادي الاهلي عمل كده. لكن تاني وبكرر واعيد درس، اوعوا تنسوه، 60 بطوله فرق 20 سنه عشان تجيب النادي الاهلي. جماهيره دلوقتي خلاص، والله جماهير النادي الاهلي في الماتشات اللي انا ما ببقاش هنا في الاستوديو فيها، بروح اتفرج بلاقي جماهير النادي الاهلي قاعده مديه ظهرها للتلفزيون اساسا. عندهم ثقه في فرقتهم خلاص، الموضوع بالنسبه لهم كبطوله الدوري انتهى، وانتهى من زمان. هم بيتفرجوا، لو اتفرجوا على الماتشات بيتفرجوا للاستمتاع، بيتفرجوا عشان يحطموا ارقام ويحطموا انجازات للنادي الاهلي هو نفسه. فلو سمحتوا، لو سمحتوا ابعدوا عن النادي الاهلي خالص، لان النادي الاهلي في حته، مع كل احترامي، مع كل احترامي وتقديري للناس، في حته تانية خالص. فانت امشي بص قدامك، لانك لو بصيت لفوق اكيد هتقع. موضوع كبير وموضوع صعب، وموضوع صعب جدا جدا جدا. بحيي مجلس اداره الاهلي على ادارتها وتفهمها لجماهير النادي الاهلي، واسلوبها في التعامل مع اي مشكله بتحصل او اي عقبه بتحصل. حاجه فعلا يعني حاجه لازم تقعد تفكر وتقعد تقول الناس دي بتعمل كده ازاي، الناس دي محافظه على مكانتها ازاي، الناس دي معليه جمهورها كده ازاي، الناس دي بتحب لعيبتها كده ازاي، الناس دي ما بتفرطش في لعيبتها كده ازاي. فلو سمحتوا بقى خلاص، يعني درس وانتهى. سمعنا بقى صفقات قرن، اولا قرن لايقه على النادي الاهلي بس، يعني عشان تقول كلمه القرن هي النادي الاهلي بس، فمش لايقه مع اي حاجه تانية. وسمعنا اغماءات وسمعنا حالات وسمعنا مش عارف ايه، وفي الاخر الناس هي اللي اغمى عليها من تصرف اداره النادي الاهلي ومن ادارته الحكيمه والعاليه جدا للموضوع اللي حصل. مش عايز اقول، مش عايز اكرر، لكن ولاد النادي الاهلي غاليين قوي عليه، ولازم يعرفوا ان الاهلي هو دايما فوق الجميع بانجازاته، ببطولاته، بالناس المحبين قوي ليه، واللي يحبنا نحبه على دماغنا من فوق، ولا اللي يحب الناس يبقى جميل واللي يحبنا يبقى وحش، اللي يحبنا على دماغنا من فوق. عمرنا ما ننسى حد بيحبنا. وبعدين ما تجيب حد يحبك يا سيدي، احنا ذنبنا ايه؟
يعني عندنا رصيد وعندنا كيان وعندنا بطولات وعندنا إدارات وعندنا لعيبة وعندنا جماهير تخلي أي حد يحبنا. إحنا بنروحش نقول للناس حبونا، إحنا اللي يحبنا على دماغنا من فوق ونقدره جدا جدا جدا. لكن أنا مش ذنبي الناس بتحبني، مش ذنبي الناس بتيجي تقول أنا عايز أعمل وعايز أعمل وعايز أعمل، لأنه هو عارف إن ما بيعمل النادي الأهلي عارف إن اسمه بيرتبط بالنادي الأهلي، هو إحنا يعني هيحتاج أكتر من كده إيه؟ لكن بكرر وبعيد درس خيالي، درس خيالي أنا عن نفسي كنت متوقعه، درس خيالي إدى النادي الأهلي كالعادة لأولاده قبل الجميع، قال للجميع أنا بحافظ على أولادي وبكرر وبعيد، بحافظ على أولادي وأولادي مش هيطلعوا من حضني، وقال لأولاده إن الأهلي فوق الجميع، الأهلي لا يقدر بثمن. يا جماعة أنا كاتب كذا نقطة، يعني الموضوع بالنسبة لي كان جميل قوي واستمتعت بيه قوي، وأنا بتعامل أو الناس بتتعامل النادي الأهلي بتعامل مع الموضوع بمنتهى الهدوء بمنتهى التلقائية بالراحة خالص، مفيش أي مشاكل خالص، حافظنا على وحدة النادي وحافظنا على وحدة اللعيبة، وقلنا للعيبة كلها أنتوا في حضن النادي الأهلي مفيش حد يطلع من طوعه غير لما النادي الأهلي هو اللي يقول عشان خاطر جماهيره. لو قعدتوا تفكروا في الموقف، النادي الأهلي حافظ على جماهيره قبل ما يحافظ على أي حاجة، لما لقى الجماهير زعلانه وغضبانه ما ينفعش لعيب يروح يطلع بره حضني، مش عايز اقول بره طوعي لكن بره حضني، الجماهير كلها كانت زعلانه. النادي الاهلي صبر قوي بإدارته، صبروا قوي على الموضوع وكانوا عارفين الجماهير بتتكلم ازاي، لغايه لما جت اللحظه المناسبه وقالت لا انا ما اقدرش ازعل جماهير، لاعبنا معانا وفي حضننا، ولما جماهير قالت ما ينفعش طبعا ما ينفعش، لاعبنا خلاص بقى معانا وفي حضننا وعرضناه للبيع أو الأعارة، ولا حد يتكلم ولا حد يفتح بقه، خلاص إدارة حكيمة زي ما متعودين قبل كده، مبادئ ثابتة. قلت قبل كده يا جماعة الموضوع مش موضوع أن أنا أجيب، وشبهت قبل كده وهشبه تاني، مدرستين، مدرسة ناجحة جدا جدا ومدرسة عمالة تجيب طلبة متفوقين وأساتذة متفوقين وإدارات مش عارف إيه وفلوس مش عارف إيه، والمدرسة الناجحة ناجحة والمدرسة اللي عمالة تجيب وتجيب وتجيب هي واقفه كما يعني في مكانها في محلك سر. الموضوع مش موضوع لعيبه، مش موضوع مدربين، مش موضوع، الموضوع موضوع منهج النادي الاهلي، منهجه لازم الكل يقول الناس دي بتعمل ايه، المنهج ده ايه، ما تبصوله ان انت تتعلمه منه، هو عيب ان انا ابص لحاجه ناجحه جدا واتعلم منها، لكن العيب ان انا ابص وعايز اجيبها، لازم امشي تدريجيا لغايه لما اوصل للمسافه اللي بيني وبين الناس دي كلها. فلو سمحتوا لو سمحتوا ابعدوا عن الموضوع، لان قلت لكم موضوع منهج، ومنهج صعب جدا ان اي حد يفهمه، صعب جدا ان اي حد يحافظ عليه، صعب جدا ان اي حد يطبقه. طيب نروح للمهندس عدل الكوعي علشان انا نفسي اسمع رايه طبعا ورايه في اللي حصل كله، مش